والله وليك وحشة يا أبو كمال. روح أنت يا سمير. روح أنت يا سمير ولما عاوزك هندهلك. أمرك يا نبيه. تعال يا بلول. تعالى. تعالى أقعد. لازمتها إيه الغاغة اللي أنت عاملها بره على الباب دي؟ مش قالوا لك تجيلي الشركة؟ غاغة؟ هو أنت لسه شفت غاغة يا كيمو؟ وبعدين ما يصحش برضه، عيب عليك. بقى أنا داخل أقول لك وحشتني يا أبو كمال، تقول لي غاغة؟ بعدين بيني وبينك يعني وبصراحة ما قدرتش أصطبر، ما عرفتش أستنى. بس أنت تأخرت كتير يا بهلول. ده أنا قاعد مستنيك من ساعة قعدت العيال الصيع بتوعك دول عشان يسرقوا خزنة. معلش يا كيمو، ما هو أصل التاجر لما بيفلس بيدور في دفاتره القديمة، وأنت ومحمود فايد ولميس هانم دفاتري القديمة. شكلك نسي الدرس القديم ومحتاج حصة جديدة. هو ده درس يتنسي يا أبو كمال؟ أنت الوحيد اللي علمت على المعلم يا معلم، وعلمت جامد قوي. ده أنت عجزتني يا راجل، ده أنت خدت مني كل حاجة حلوة، ده أنت خليتني أعيش العمر كله خايف منك. وإيه اللي جد؟ بجد إن خلاص ما عادش في حاجة أخاف عليها يا كيمو. أيوة بس لساك عايش يا بهلول. قصدك روح يحني؟ خدها، توكل على الله وخدها، وأنت تقدر وتعملها. خلاص ما بقتش فارقة أبو كمال. ما تجيب من الآخر كده وتقول لي أنت عاوز إيه عشان أنا مش فاضي. الأهل أمة والحلاوة والفخامة والجمال اللي أنت فيها دي كلها من نصيب أربع بني آدمين، أنا وأنت ومحمود فايد سيد، كلنا مع بعض خبزنا الفطيرة، لكن أنت والولا حودة لهفتوها لوحدكم. وبعدين